أول سنة زواج، هالسنة اللي هي جداً مهمة لبناء أساس لزواج طويل وسعيد. لما يهدأ نقوم نحكي بالموضوع، لأن أعرف إذا شخص معصب ونحكي وياه ممكن المشكلة تكبر. إذا تغاضيت عن بعض الإشارات الإنذار اللي في البداية وأنت تعرف إنه وقفت شيء غلط، أنت مش صادق مع نفسك. مهند، برأيك من اللي يقدر يعبر عن نفسه بشكل أوضح، المرأة أم الرجل؟ خاص جداً الليلة 10:00 بتوقيت بغداد على MBC العراق.